رغم أنه لم يشارك في إدارة نهائيات كأس العالم مثل الأساطير يوسف محمد وعلي قنديل ومصطفى كامل محمود وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، إلا أن محمود عثمان الحكم الدولي القدير يعتبر واحدا من أهم وأشهر الحكام في تاريخ كرة القدم المصرية وأكثرهم على الإطلاق من ناحيتي خفة الظل والحضور الإعلامي. كان زمان، ويمكن السادة المشاهدين حول لهم حاجة ويمكن كل الناس بقولها لهم، كانت الشارة الدولية اللي بتيجي هنا لازم الاتحاد الدولي كانت تعليماته لازم تلعب ماتشين حبي أو رسمي. طب أجيبهم إزاي؟ دوليين لازم، ما لعبتش تبقى دولي من غير شارة. فكفحت سافرنا بالضبط نيجيريا الأول على أساس أخد لي ماتش، وكان معنا مجموعة دي سنة هقول لحضرتك بالظبط 84، وعاوز أوصل. سافرت قلت ألعب لي ماتش أو ماتشين. أول ما وصلنا كانت معايا لعيبة على مستوى شوبير والخطيب ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر وحسن شحاتة وشوقي غريب، فرقة على مستوى عالي، منتخب مصر. فجأة نيجيريا قالت لي لا أسفين مش هتلعب. زعلت، قلت له طب انا جاي ليه؟ ده انا نفسي في ماتش. فكان معنا الله يرحمه الاثنين عبد الصالح الوحش كان ماسك الفريق، والدكتور كان موجود خطاب، قال لي بخليك لغايه ما نوصل الكاميرون. وصلنا الكاميرون وعرضنا الموضوع، وله الفضل عليا مستر ميسيو عيسى حياته، كان سكرتير الاتحاد الكاميروني. عرضنا عليه الموضوع، قال لي تلعب الماتشين، ماتش حكم وماتش مساعد. اتبسطت جدا ان هاخد ماتش مصر والكاميرون في دوالة. لعبت الماتش، هم جابوا جول وطاهر ابو زيد جابوا التعادل، وده كان اول مباراة ليا دولية اتسجلت في الاتحاد الدولي. هو ايضا من الحكام المصريين القلائل الذين اداروا لقاءات القمة بكفاءة وحيادية وخرج بها الى الامان، هذا الشعار الذي سجل باسمه في سجلات الرياضة المصرية. فجيت بقى في الماتشات الصعبة أهل وزمالك، فجي عوض السعدي والجويني قالوا لي تلعب أهل وزمالك. يا نهار أبيض، أهل وزمالك ده، أهل وزمالك ده اللي بيلعبوا مين؟ بيجيبوا حكام من أوروبا. دي سنة 84 يا 83 يا 84 كده خالص، ما خدتش لا لا خالص أهل وبعدين أهل وزمالك صفارة. فخدت، كانت والدتي الله يرحمها عايشة، فقلت له النبي حاجة ادعي لي ده ماتش ولا بيطلع له شمس ولا نور. دعيت لي ورحت يميها صورة السيدة نفيسة وسيدة عايشة، وبقيت أقول يا رب وفقني. في نص السنتر فاول على مصطفى عبده، ضرب طارق يحيى بالكوع، فرحت له انذار، وكان يستحق بيني وبينك الطرد. ليه ضربه ضربه جامده؟ كان في الدقيقه 18 من الشوط الاول، رحت انا مدي انذار لمصطفى عبده، اتحط الطريق ده لايمن يونس، ايمن مشي 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 شطها بند في الارض دخلت في اكرام، جول شرعي شرعي 100%. صفرت الجول، وبعدين طبعا جماهير الزمالك هيصه، جماهير الاهلي مش هيصه عادي يعني جدا. وبعديها قلت يا رب كملها على خير، ما كملهاش والله العظيم، زعلت جدا. ضربة ركنية من ناحية الساعة، فمصطفى عبده اداها لمجدي عبد الغني، اترفعت اوفر، عادل مأمور بينط، كان طاهر ابو زيد زقه من ظهره، وبقول لطاهر حتى ما كان وزير كنت له فاكر الجون لغته لك. المهم راحت نازلة بسرعة، على انا كنت مسافر بقى، فاول نزلت على رجل ربيع ياسين جول، كنت انا لاجل خدت شوية كلام حلو جدا من الشتام اللي قلبك بيحبها. جماهير الاهلي، لا اللعيبة ملتزمة، اللعيبة ما يقدرش يعني بيعترضوا اعتراض كده خفيف، ولغيت الجول. المهم لغيت الجول من هنا والدنيا اتقلبت من هنا، وزودت كان 9 دقايق بالظبط، كان على جمهور الزمالك وجمهور وعلى لعيبه الزمالك عايزين يخلصوا الماتش،
وانتهت المباراة 1-0. مين بقى كان ماسك الأهلي؟ الله يرحمه الجوهري وزيزو، الاثنين حلوين وجمال واخواتي الصغيرين. دخلوا علي الأوضة، قلبوا علي الترابيزة، قلبوا علي. أنا طبعا مش هقول اللي اتقال، كتبت في تقريري شوف العقاب قد إيه خدوه الاثنين، 3 سنين وقف زيزو، الجوهري 6 أشهر. ما هو الفارق بين الحكام في فترة السبعينات والثمانينات وحكام الجيل الحالي؟ وهل الهجوم الإعلامي المستمر على أصحاب الصافرة يسبب ضغطا نفسيا يحول دون ظهورهم بالمظهر اللائق؟ القرار قراره، يعني ما تيجي تمسك انت مثلا، هنمسك أهلي وزمالك، في أهلي أحمر في زمالك أبيض، كل واحد فيهم عايز يكسب بأي سلوب، أفصاد ولا مش أفصاد، عايز يبقى القرار ليه 100%. فالحكم بينزل بيراعي، أنا بقولها لكل الحكام، بيراعي الله سبحانه وتعالى، لا يتأثر بالجماهير، يدي كل واحد حقه، ده المطلوب منه، ولا تهاب أي حد. هل وصل نجله سمير إلى الدرجة الأولى والقائمة الدولية بالواسطة كما يدعي البعض؟ سمير ابني أقول له خلي العلاقة كويسة بينك وبين اللعيبة. واللي عجبني برضه في سمير في ماتش هادي جدا وربنا يحميه، اللي خلى سمير يتجه عشان أبوه شافني يعني كتير، وقلت له اتجه للتحكيم، وهو طبعا مدير بنك من احدى البنوك الاجنبيه، والحمد لله ماشي كويس، وخد نهائي بطوله العالم العسكريه السنه اللي فاتت، وخد ماتش من 3 سنين الترجي التونسي والنجم الساحلي، ورميها المهندس مصطفى مراد فهمي قال التقرير قال له كويس، ولعب ماتش كويس هنا والحمد لله. كوالد بتمنى له الخير هو وزمايله، يعني لو انا فاضي ما اقولوش ان انا جاي، اروح كده خلسه كده واقعد في وسط الجمهور، طبعا الجمهور بيشوفني، فبضطر ايه اداعب الجمهور عشان ايه ما يشتموش ولا اي حاجه، فربنا يوفقه. شايف مستقبله كويس في التحكيم، قادر ان هو يمشي بطولات كويسه ولا؟ ان شاء الله، وده مش كلامي انا كوالد، الناس كلها طبعا في كل الماتشات اقول له دي كذا ودي كذا، ويتقبل القرار غيره ولا اي واحد. ولانه معروف دوما بالمواقف الطريفه داخل الملاعب وخارجها، فما هي اشهر تلك المواقف للحكم الكبير؟ هو اول مره كان في افريقيا، كان ماتش بحكمه تنزانيا واثيوبيا، انا نفسي المراقب يجي، المراقب ما جاش، والحكم والماتش ده انا اخدته بالضالين من لجنه الحكام. المهم فجاه الله يرحمه احمد الخولي، كان نائب رئيس اللجنه مع المرحوم عزت العشماوي، دول اسامي فطاحل. فالمراقب ما جاش، زعلت، طب هلعب الماتش وما حدش يجي لي مراقب. فبصيت كده وانا نازل عشان يكتب تقرير، والتقرير ده هيروح للاتحاد الدولي، فببص كده لقيته كسه. كان مين كسه؟ سكرتير الاتحاد الاثيوبي. فانا لما شفته كان معايا مين مساعدين؟ احمد جمال ومحمد حسام. فاول ما شفت اتبسطت جدا، موقف كنت حزين جدا فجاه بقيت فرحان جدا، وده موقف ليا لن انساه. يوميها كان المراقب عثمان حسين من السودان ادالي 24 من 24 من الماتشات اللي انا بعتزي بيها، هي دي الماتشات دي. هل اضاف له العمل الاداري بعد اعتزال التحكيم؟ ورايه فيما يحدث على الساحه الرياضيه من احداث؟ يعني انا براقب ماتشات حاليا دلوقتي، بقول للحكم دي عايزه كذا ودي عايزه كذا ولازم تعمل كذا، وسمير بقول له نفس الكلام. مفيش ماتش في الدنيا بيبقى فيه اخطاء، الاخطاء وارده، بس ايه بدون اثر.